مبني عن قصة حقيقية. هاتان أختان مثلنا، والأخوات يساندن بعضهن، صحيح؟ أجل. بلا، أقدم لك أمك الجديدة، تبنتك للتو. أهلا يا بيلا، يسرني لقاؤك. مستعدة لمنزلك الجديد؟ أجل. هيا أدريانا لنذهب. أو آسفة يا عزيزتي، تم تبني بيلا وحدها. ماذا؟ لن أغادر بدونها. أجل، لن تأخذوا أختي الصغيرة مني، إنها المتبقية من عائلتي. ألا يمكن تبنينا معا؟ حسنا، لقد أردت أن أتبنى طفلة أصغر. أنا آسفة. لا تدعيني أذهب. بيلا، علينا الذهاب. أنا آسفة. هيا. مهما حدث سنظل أختين، اتفقنا؟ أدريانا. ألا يريد أحد أن يتبناني؟ ستجدين عائلة في أحد الأيام. بعد أخذ أختها بيلا بعيداً عنها، جلست أدريانا تبكي وتتساءل إن كانت ستجد عائلة تريدها يوماً ما. قضت الكثير من الوقت في نظام الرعاية بالوكالة على أمل أن يتبناها أحد. وفي كل مرة لا أحد يختار أدريانا لأنها أكبر سناً من الآخرين. وفي يوم ما صادف أنها كانت في لقاء مع مراسل يقدم فقرة عن تبنٍ قد يغير حياتها للأبد. ما اسمك آنستي؟ أدريانا. هذا اسم جميل، كم عمرك؟ أنا 13. حسناً أدريانا، لو لديك 3 أمنيات، ما هي؟ اطلبي أي شيء. أمنياتي 3 هي عائلة وعائلة وعائلة. أنا أريد أماً وأباً، أو أماً فقط أو أباً. سأسعد مع أي أحد. بمجرد عرض مقابلة أدريانا للناس انتشرت بشكل واسع وشاهدها الملايين على الإنترنت. وصلت إلى وكالة التبني آلاف الطلبات خلال أيام قليلة، كلها تطلب تبني أدريانا. وفي أحد الأيام أصبحت أمنيتها في التبني حقيقة أخيراً. أهلاً. لابد أنك أدريانا. نحن متحمسان للقائك جداً. شكراً. لابد أنكما جيم وماري. فلتنادين بأمي وأبي لو لم تمانعي. أود ذلك. أوه، وحضرنا مفاجأة لك. مهلا. أهذا أدريانا؟ بلا. لكنني لا أفهم. لم ينجح التبني مع عائلة بيلا، لذلك أنا قد استغللت بعض النفوذ، لأن في النهاية دائماً الأخوات تظل معاً، صحيح؟